تعرف بعملية رفح، حين شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف مركز في الأول من أغسطس بعد بروز أنباء عن فقدان إسرائيل أحد جنودها واحتمال خطفه من قبل حركة حماس. إسرائيل أقفلت معابر رفح، وعلى مدى يومين شنت أكثر من 100 غارة جوية على مدنيين فوجئوا بالقصف من دون إنذار كاف، ووجدوا أنفسهم محاصرين لا مخرج أمامهم. هدف إسرائيل كان العثور على الجندي الإسرائيلي. احنا قعدنا نسعف في بعض ناس هنا ضربوا علينا F-16، مش يعني قذائف بس، F-16 ضربوا علينا، يعني احنا ما قدرناش كمان نكمل اسعافنا للناس المدنيين، اطفال نساء اولاد صغار، يعني انت مش عارف ايش تسوي، يعني اشي مش طبيعي كان. يعني يوم الجمعة هذا 1/8 كان يوم مشؤوم بالفعل، لانه المناظر اللي شفناها عمرها ما بتروح عن بال الواحد ولا بتروح من مخ الواحد. في اليوم التالي وبعدما اتضح أن الجندي الإسرائيلي قتل في عملية نفذتها حماس في أحد الأنفاق، كانت إسرائيل تسببت في مقتل 190 فلسطينيا في غضون يومين، بينهم 55 طفلا و36 امرأة، لتتحول عملية رفح إلى واحدة من أبرز القضايا التي قد تطلع عليها الأمم المتحدة في تحقيقاتها حول جرائم الحرب في غزة. لقد رأينا الكثير من الاعتداءات التي برأينا تعتبر جرائم وخروقات فاضحة للقانون الدولي وجرائم حرب. هناك أكثر من 1000 عملية قصف متعمد على المنازل. في عشرات الحالات سكان هذه المنازل كانوا بداخلها، وإسرائيل كانت على علم بذلك. الجيش الإسرائيلي أكد أنه بالفعل أغلق منافذ منطقة رفح وحصر السكان قبل قصفها، لكنه رفض التعليق حول اتهامات جرائم الحرب نافيا أن يكون قد استهدف المدنيين. جيش الدفاع الإسرائيلي يحقق بالحادثة لكي نتعلم الدروس وربما لكي نعمل بشكل أفضل في المستقبل. علينا أن نعلم كيف نتعامل مع هذه الأوضاع، حيث تعمل منظمات إرهابية لا تتردد في استخدام كل ما عندها لخطف الجنود الإسرائيليين في هذا النوع من النزاعات وهذا الوضع الذي يواجهنا اليوم. بعد أسبوع على نهاية الحرب في غزة وإصرار إسرائيل على أن أهدافها انحصر بمواقع تابعة لحركة حماس، أبقى كرة الملف القانوني في الملعب الفلسطيني، حيث رغم تلويحها باللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل لم توقع السلطة الفلسطينية بعد على ميثاق روما، وهو الخطوة الأولى التي تمكن محكمة الجنايات الدولية من مساءلة إسرائيل.